اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم بارك. طبعا الله يبارك في الجميع. مشكور أخونا سالم من سلطنة عمان على مشاركة الفيديو ده معانا، تبارك الله ما شاء الله. ملك نقدر نقول تلقيح ربما يكون نازلة داخل الخلية من مثلا دقائق معدودة، فما شاء الله تبارك الله بتكون لحظة نقدر نقول توثيق اللحظة دي أو تصويرها من الأخ سالم، بنشكره عليها. لعل المبتدئ لما يشوف الشيء دوت يكون عارف ان الملكة العذراء بعد تلقيحها ونزولها لداخل الخلية بيكون شكلها زي ما احنا شايفين، ومن ثم بيقوم النحل بتنظيف نقدر نقول آلة السفاح اللي في مؤخرة الملكة، وبعد كده الملكة تتهيأ لوضع البيض. ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله يا رب يبارك لجميع الأصدقاء في نحلهم، اللهم امين. ومشكور، شكرا جزيلا للجميع.